الزول انت احب زيوم ذوك سدي خدمة الانتخابات دي تخرست نوسا انا عارثينيث يجني يار نغيج القطاع مهم سوطاس القطاع نصحف نغ الصحة ذمين داز دي قنن ام سبيطارف يضبيبن الدواء التجهيزات الطبية مار منايا اخاس نسيور انا نحاور ان بد غمارة امخنبار نس كينغ الدكتور ماس محمد بودرة طبيب راديولوج رئيس الهيئه الجهويه للاطباء رئيس المجلس البلدي للحسيمه برلماني ناشط جمعوي وسياسي كاين الدكتور محمد بولعيون اطار كادر دي وزاره الصحه ناشط جمعوي ونقابي وسياسي اسقسيام زوارو الدكتور محمد بودره زي شعارات في مقرنين منظمه الصحه العالميه الصحه للجميع الصحه ماري ودين الفصل 31 زي الدستور المغربي يقع باللي الدولة المؤسسات العمومية الجامعة الترابية كل شيء ناقص الخدمة باش أضوفان المواطنين على قدم المساواة الحق بالصحة من يتم العلاج عناية الصحية الحماية الاجتماعية التغطية الصحية أسقسي النغ أرماني المواطن المغربي يزمع أذياف الصحة أرماني يتقاد الولوج إلى الصحة المواطن المغربي شكرا خبز جارو تحيه خشكم بزاف تحيه الحضور نريف تي في ديال الحسيمه عجبي الحاله الطاس يجي المكسب بالنسبه ليا الريف هي المغرب غنغيري اعلام جهوي مويد كبكني ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ودائما نرزوام ديال الحسيمه موضوع الصحه بالنسبه للمواطنين والمواطنات زارخت ديال الاولويات ديال المطالب الاساسيه راس المواطن مؤخرا دينيج معاناة تمغى جيران الصحة أولا لأن دينيج عدد السبيطارات تبلعت يجن عدد المستوصفات المراكز الصحية يرجن تخدمت خلي قاعد استعمار روخ تبلعت ديني طبي يجن تطور مغى الأجهزة يجن هارو يجيب رخصة السكانير دين لا ريزونونس الأجهزة متطورة جدا طلب إجن العناية إجن لونتخوتيا يقدر غير المهندسين نتعقب الدروخة من يوقع عنك المغرب المغرب كدولة غاس إجن نظام مركزي أربط الضربينات كسي أنا 50% يضبيبر 50% يضبيبر لأن المناصب المالية مدام هي وزارية فلهذا فايضا يكون نهار الزوم هذا حنا اللي عايشين من يوقع؟ يوقع بان المناطق النائيه مخرفنا يخواز قدبيب يخواز قدبيب تحضروا تفريج التراجع تحضر الباديه شي القريه تغاغس نضبيب من بعد يروحوا ضبيب يدور تغاغس الممرض روح يروح يخلد الممرض يروح يخلد المستوصف بالله معنويا لان ذي النقص مهول في الموارد البشريه لان الميزانيه عاود يتوجد شنو وزاره الصحه عندها شي 600 يخصها تتقاعد باش حتى في المناصب الماليه بزاف باش يضرب بزاف يخصها كليه الطب تخرج يضرب ولكن واخا من روجيج السياسه التحفيزيه نغ مناصب ماليه جهويه روح التعقب ديال الجهويه يعني حتى في كل جهه انت تلقى توظف يضرب نس وتجيبو للمركز ممكن نتغلب خمانية أول حاجة هي التنيتا يخصنا نحل مشكل الموارد البشرية وسجن نظام جهوي سجن نانو الميزانية الصحة وكذلك ذي المشكل نغل الماتريال كلنا يخصى مثلا سكانير نغل ريزوز نغل مستشفى الأنكولوجيا ذاك الحسيمة كلنا يخصى ونغاديو تيرابي ما يجي المهندسين التقنيين قاعد يضل بيضا مرمي غادياس باش ديس الحسيمه المهم تري ما شهرين ولا ميكس الكانسر يدير لا راديو ثيرابي بس في ديس شهرين صافي خلاص ما ضيعت ضيعت ليش الماسه تمغى مرو نجيبو ايش النوع الجهويه خلي قطاع قطاع الصحه ما رمانيا غاس نثبت التفصيل لي من ديكوان نقيم ديال الفصل 31 الدكتور محمد ابو العيون الفصل 31 ركز في المساواه لأن تغدين واضح على قدم المساواة ماذا ان المساواة جار المواطنين ذي العلاج ذي العناية الصحية ذي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ذي المغرب بسم الله الرحمن الرحيم
أفقد سي عرف تيفي الدعوة المس خرج من القطاع ماشي الدكتور بودرا حيوي أساسي لأن غاسجن الأهمية الطام قرنت غالصحة دي تنمية المجتمع لأن ما غنبو الأمراض وبالتالي غنبو مجتمع صحيح صحة النس ممكن أن ينتج أكثر وبالتالي لا جسديا ولا فكريا ممكن أن يغز الزات وبينه يأكد خاس المرحوم الحسن الثاني كيجي الخطاب بدا تذكاري خذ حتى كذلك محمد السادس الخطاب النس الأخير الخطابات النس الأخيرة أنه من جا المهم غا الشعوب ماشي البترول نغ الذهب نغ الفضة بالعكس صحة الإنسان يعني الموارد البشرية هي كحسن زي كلشي لأن التنيد يخدم شكل الموارد الأخرى يعني هي اللي تنتج الخيارات خدمة غاك يجن بلادم غا الصحة ثم لابد تكريج المدخل مهم قبل ما تسول السؤال مش أنه الصحة شو غاسك الزاقشة غا غياب الأمراض يعني وعن غبور المعرض وبالتالي التوميق الصحة الصحية مترابطة الصحة تريد مجموعة أولا تريد فيزيولوجيا الصحة وذلك بالأمراض تريد اجتماعيا يعني اجتماعي من ناحية اجتماعية تخدم غاك المدخول إنه غاس العلاقة الصحة ثم نفسيا كذلك تريد نفسيا هو المفهوم الشامل للصحة والتالي ثم التثقيف لأنه التعليم مرتبط بقطاعات أخرى تجهيز التعليم من بعد غاز الناس مالا نوليت غا قطاع الصحة بحس ونزمانا وضغى نبنيج الصحة خاصة ذي مشينا الدكتور بودرا أنه طلب إجل مجهود ضام قران طلب إجل المالية ضام قران طلب إجل الموارد البشرية ضام قران إجل التكنولوجيا ضام قران ميناوية وزمات يحل غا قطاع الصحة بدون قطاعات أخرى من بعد الأشياء اللي نبغي خاصة كيجي المنطقة مع الريف، الريف نسن بأنه زيد تهمش تقريبا زي الاستقلال 1998 تهمش ضم قران، نسنت غادي يجي المناظرة الأولى للصحة هذه 59 ترأسية المرحوم محمد الخامس الله يرحمه وذي تصل مع الأسف الشديد على كل يعني قبل ذلك قلنا استراتيجية أن توقي الوقاية للعلاج التثقيف ربما ذي الميزانية التي كانت مخصصة ربما تريد أن يوض راجل تغطية ضم قران حقيقة المساواة تخمي السواء المساواة مازال غادي نقول المساواة ديال الولوجة العلاج ذي ما مشينا بدات تأكد أنه غادي نجي للمركز يجي في الاستعمار الدار البيضاء ضربة القنيطرة اللي تيجي الأغلبية المؤسسات والأغلبية الأطر الطبية والشبه الطبية المصحات اللابوراتوارات يجي ومع الأسف الشديد ويا المغرب المستقل ويا الاتجاه هنا ويروح شغال هامش وبالتالي خمي السواء الى حدود الاربع ماشينير اول غاديولوجاردوسين الشيت غنضه هو الدكتور بودرا تخيل شك سنوات بدون مجموعه لي سبيسياليتي نفس الشيء دي الحسيمه نفس الشيء دي الدريوش اذا تغل المركز اذا امق المساواه خص تحت عالجت وعقر انت دياليز دي وجده ايضا غادي الثمانينات وتوي مساكين غادي جاب قصور كليك سي ديال الطوموبيل تمن غا وجده تخيل معاناه أتقد السكانر يخص تحت غاربط يعني وين بول المساواة الآن ربما شيء نغدين شوية من التطور والقاشة الحمد لله من بعد السلخ منويا لأنه ما كان المخت سقامي ما كان السلخ المخططات قال المغرب سواء زي المخطط الخماسية 60 64 المخطط 65 67 أريد شو تغذيني دائما السياسة وزارة الصحة حاضرة كقطاع مش غني أثنمة ولكن مع الأسف الشديد مازال من بعد عقب غانويا مازال دي النواقص تم قرارين تعالى الزيت الإكراهات ومنوي حتى الوزارة كوش جميع الوزارات المتعاقبة خاصة للسنوات الأخيرة غاسنت المسؤولية ولكن قل مجهودات قبول المجهود دي مجهود الوزارة الآن المتعاقبة دي مجهود اشتاءوا بيين المجهودة رغم أنهم يعترفون كلهم بأن ذي النواقص تم قرانين وذي التحديات تم قرانين تا مش غنك غان غيري نفس طويل غان غيري جن العمل استراتيجي على المدى القريب المتوسط البعيد وذي تشارك المرأة المجتمع المدني يعني كلش الحكومة على أساس أن القطاع خطير يمكن مرأة ونخدم التص ممكن أنا ألغى سكتا أنا بالدمار غان نواقصة ذي نرهات نواسة
أنا كبر من ذلك الفصل 31 سيفودرا الفصل 31 يسيور بأن الشأن الصحي انتظر المسؤولية الدولة الجامعات الترابية المؤسسات العمومية ذي الواقع ما يمشي الجمالية مش تفتش كبنائية ذي الواقع ذي الواقع وذي نقول المساواة الفصل 31 الدستور مساواة مساواة نقصد الأفراد نقصد حتى الجهات مثل ما الناس أنا على ذي الأشخاص بعد المؤسسة هذا النهائي بالمساواة أما غرابي وتجيبو كيف كيف ذي العلاج نشرو خكي ذي السوار نغنشي نرخو أنا غي وقع شنا حاش قور ذي الحسيمة أنمس مالا ذو قعنا قاربط أنفرث لأن غاس نديني لكاغونوغرافي قلنا ذي لطاسيون العروق وور ذروخ روخ غني نتيج نرسور أكاز منور ولكن يخصك توض باش تفرث وتمتي شي خصك توض ضربات كي اقل من 6 سوايع وتخيل شي كتس ما خصك كوريج زكنا خصك غسيل التياره باش غادي يفرث اذا معناه ميس الحسيمه نغمس النظر ويتعالج الشام ميس ضربات الضرب هذا فاكيد بان الفصل 31 الدستور لا يحترم بين من مقع الدستور بان منويه الشأن من وزارة الصحة من الجماعات الجهات مرمي نتناقش المالية الحكومة ذي البرلمان تفذ 95% من دين 20 دولة أخانت الحكومة 4% الجماعات المحلية 1% الجهات روخ الجهات أنا ناس نشويتي 2% جماعة تقيم كاع 4%، الحكومة نقصدها 94%. من يقر قانون بأن الجماعة غاصة الحق تكسبيتالات تكبريدن تسمى سامحة سخارق نخيوذان من يورين ديني عما سوى ينفذ عما سوى يطبق مين يدقن مانيني باش يوذان نطمن غير نقرا رئيس الجماعة. أسقان ورئيس الجماعة يدقن ماذي يخلي دينا باويطة باويطة نير بيكو باتيسار يتبرمجيت كل عام باش فائض يقع 20 مليون 30 مليون من غنصانص غباويطا تسمى من هي مع الاسف مكاخني غير تجيني المغرب عادي وقاضي نخارت تسمى سنيت سنيت تسمى ليش نتخوف ذي نتوكذا نش بس وقينا ذاخر باش هذوك شن الجهات الاختصاصات اختصاصات ذي الامكانيات لأن مري بشكل اختصاص وكيف شي يقول إمكانية كتا لكن نصاب إشك مسؤول الصحة يوم ميزي كيخص نقل الاختصاصات ونقل الموارد المالية من يعاد ودقي إلى يومنا هذا جميع الحكومات المتعاقبة إذن المواطن المغرب هناك خارقة سواسية ماشي سواسية خارقة ماشي غادي الصحة غادي التعليم جن مرة غاسم ميسي قاقارف وزما ديري كي نفس المستوى موني قرا قاربط وزر لي كونكور لي كونكور الميديسين لي كونكور المهندسين دوارنا شي ما عرفتش زائد شي غنغضي غير المشكل نعاود الناس يسيبوا العيون الدكتور بو العيون يسيبوا الخاص لان قطاعات اخرى غاس العلاقه شي غنغ الهضر المدرسي غنغضي حاموشين وزما ضغنت لانه كجنت لانه والو ابريد اغلبيه شي غنغ ديال الاميه 90% تحموشي تحنجيري إذا ما أشين غنغ مشاكل نظن زايد خنث قاش من المسنق قا مواسقان قريف مهمش وقاني لا قاكدو السوار مواقع شحاد مشاريع شحاقا كنا تسمى تسمى مخلش أرانا نغ جاحي تسمى أنا الجحود لا قاقاس راح قاقاس قاروقا يه فعلا دي المشاريع مغانتي كيثنا سجيد محمد السادس ولكن باش تشوف النتيجه عادي خص لان نوضر الروطه ديال الاستقلال 60 سنه وما راهو التقن راح ما تزم مؤشرات الاجتماعيه راح خزر مؤشرات الصحه الوفيات الاطفال وفيات الامهات باش ضاونت ما غاديك سيزاريان شخط غايضه مغدي بني عمار بني دي دي, دي تركيز بني بونصار بني بشير سيزاريان خصك ديك العمليه قيصريه دغيا باش ينث قينث تسمى دين غن رجل مع الخصوصيات مع القاسوب ريد ستو من يجعل بأن ماسقا العلاج يقصح ريد مشيت 5 كيلومتر حال مستوصف ويتي في دين بوضبيب أضبيب سيخفين يتملى يقرأك شو زمدي عشر قد ظروف أمثينا ويتي في مغيز
عطس مشاكل جعلت مثلا بان الريف يتعيش وضعيه ديال قطاع الصحه خطيره جدا ما بعد البطاله الصحه شخص رجل ساحب نفس الشيء اللي قال الدكتور بودرا مش اولا كباحث في علم الاجتماع والتطبيق ثم كرجل ميدان مارس ربما الصحه زي 78 ربما زي 76 شغل ذي نجم التطور لاحظ ولكن لاحظ بان التطور يقوى ببطء ذي نجم النمو الديموغرافي الساكنه تنتشر تحضر الهامش ولكن مثير سيعشى البنية التحتية الصحية وجه خطير جدا مازال مع الأسف الشديد عقرق أنه تقول تجيش نحمل التلقيح بنشي من الدكتور بالدروي والمساواة نروح غايش نشق عن سير بعون نواحي مضار نواحي الحسيمي بعون يوعرا عقرق نروح وساعدوني وضعهم شان نحمل التلقيح اللي قال الدكتور بودرا مهم جدا من ويخصص نأكد انه جنت مع التوضا ثارز تغريد جنت تكنسيان راديولوجي زغيت ثارز الحريق سقع اللي تسنجو جنت دبث اتي داوي نسيت قرعون غير الحسين احمد القهراوي تخيل عليك تغادي انا الاول وجي بريد ما يقاو وزاره التجهيز لا انت تجي بريد الاخر ممكن الطوموبيل الفوضاني الطوموبيل شنجن يمكن تسي الدغيه اذا اكثر اذا ثيت مش دغفاو كتوقع يمكن غاصر حقك شلا كريز كن العكاسه تنظني فما غاث ماشي طارون نفس الشيء قدس الديسة غيطارو قدس التسخ خدام بثل التضغاج المشاخ اللي تروي ديرهم بين النوعة حقيقة الآن نزار شوية ليزون بينس ولكن تجهيز يبريد نوالو إذن أخني السورخ المساواة يقصد السورخ المساواة شاملة شاملة ذي التجهيز ذي التعليم لأن ما ذي التعليم يهونا تثقيف الصحي يعني غير تسن ميقان التلقيح ميقان البيئة وميقان الأمراض اللي تسن المتنقلة جنسية المتنقلة عن طريق أمان الخضار يعني مرتبطة التجهيز مرغا كبير إذن تفاو تماما مار منو يتسهل ما مشينا ثم غانغ الأمي انتشار مشينا خاصة ذي تحنجيرين وذي ذي عريف غانغ تقريبا نشينا قطاع زي 58 دي من الأمية رجال ونساء وربما ذي النساء أكثر إذن أخني السورخ المساواة يقصح السورخ المساواة تشي الناس ذو المساواة خاصة أنه دين نغش دين اعتراف جميع الوزارات تعترف بأنه هناك تحديات المناظرة الأخيرة المناظرة لمراكش تغط مناظرة مهمة تغطيس مجموعة من الأطباء دين بعض قطع انتث ولكن في وضع كتب على المستوى النظري العجب 185 انتظار الناس دون حققها 10 انتظارات لأولوية نسي الأولوية يوضن غا خلاصات مهمة جدا يوضن بأنه دين أزمة دي وزارة الصحة بل انه قال بانه وزاره الصحه وضعها قاتم والمنظمه العالميه للصحه مجموعه من المنظمات العالميه تكرز 57 دوله جن اخيرا خاصه ديال الموارد البشريه غانر اكثر من 50000 اطار 30% اجان شباب اكثرهم نساء من نساء الان المراكز التاهيل المرضي ديال الصغار في المغارب في حنجره في حنجره واش زعما تخدم ديال كامبو خاصه ديال يعني اتري اشكال والتاريخ صار باش نتفكر الشمولي من بعد خاصه الدياري اما ديال المغرب بصفه عامه القطاع الصحي مازال متدهور خصص الخدمات رغم كاين هليكوبتر رغم سامي سمير دي في مسرين ولكن مازال خاصه الدياري في قاخ زي الاستقلال 98 تغادي تهبش الشعيش حقيقه زي 98 شخو دين تطور وزجيد ديوسين محمد السادس ينجل المجهود ولكن المجهود مازال رمز ديال المشينا الدكتور بودرا واتفق كيس وهاد نعقب شغال يدير حتى الارقام اي الارقام شحال على المراكز الصحيه بشحال نتقدم ماشي وانت قوالو ولكن ميخسر السيور بانه يخص نربط الاخر يقل الميزانيه للحكومه اول تغير تحمل المسؤوليه لان ماشي الدكتور غاسر حق بعد الميزانيه العامه للجماعات المحليه 2% للجهات يخصنا نقرب الايه الان اتيري على شكل ميزانية جهوية والصحة التعليم الصحة أكثر لأنها أولوية فمقا ذمنا الموارد المالية مهمة لقطاع الصحة رخو الوزارة الصحة الميزانية 19 مليار درهم 5% زي الناتج الخام الجزائر 7% لتونس 8% منظمة الصحة العالمية توصي 10% الناتج الخام
موارد في ذا ما كافيه ما مش توارد موارد غير كافيه نهائيا وغير كافيه والتوزيع ماشي عادل تؤذن العداله المجاليه ديال المركز بن سينا الى ما يجيب بن الرشد الى العدد 8 تاوين منيني من تشطر يطرح الهوامش ولكن نقرص بان روخي ديال اخسن السي ورخيج مستعد نظر السي ورخيج الماليه باش نفهم الموضوع اخسن تخيلش ربى اسره هاكي جنت الدات هاكي جن المدخول مش المدخول مثلا هاك 500,000 ولكن الطب يتطور شك عاود الحياه تطور صاغ التلفزيون من بعد فيديو صاغ غاك بزاف حجان غاس التليفون بورتاب غاك الانترنت من يروي تجي قبر اذا شك 5000 درهم مني تقي بتني غاك العجز غاك العجز اذا خصها تسير الكيماندين باش خصها الدوله تسيريك ديال الموارد ديال الناس خصها انتاج لا ريشيس خيارات خيارات يخسر المغرب باش هذه الزمه هذه واكب هذيك سكانير هذيك العمليه تخور هذه بدر هذا شويه هذه بدر ديك الزار انت غاسل نفس المدخول واش يسمع قاسين نيروخا زائد يدقيج المجهود يمغى يسغد سكانير ولكنهم قالوا يخسرش يخسرش بجهد اضافي باش يديو المهندس وباش يديو المهندس تلقى ما يغرى يخسر تخدش اذا روخا الصحه عالميا دي غرا الصحه تطور مليح روخا تطور مليح روخا من الصحه مخدجه روخ الدول المتقدمه تغلب خرج عدد الامراض خلي الكونسير روخ 50 كيما الدواء ولكن خص الامكانيات الامكانيات تسمو زعما شكل وزاره الصحه تشد 6% الميزانيه العامه انت ناقصه بزاف زائد الميزانيه العامه ناقصه في خفينس يخص الميزانيه العامه تبغى يخص المغرب هذا يتقدم يخص هذا ينتج يخص هذه ومنيه تسمى يتاثر يخص الاغني يخص انا مغسس قلت شي كرب اسره اتوغاد على حسب ميزانيه ما معنى منيه ضعيج السياسه صحيه خمين غاك ميزانية غاك مهم خصنا مثلا نطلب باش الحكومة تاني 10% ولكن 10% اللي سيخفز وتقدي إذا نشم غزار الرأي الشخصي بأن قطاع الصحة يخصص هذه فوت الجهاد يتوى فوت الجهاد صحة كاملة أم إسبانيا إسبانيا الصحة صلاحية جهوية شد رجعينو هذا هو غضب بروح خزي تشينا نغزي زي جابون نغزي ألمانيا نغزي نت السنة مخان وزعة هذا وغير الممرضين هذا كخرج نعيد الممرضين مش مخزار غشي بعد كيعرف روخ قل مرحلة يا الواقعي ما كي نقع كورد شخص اسم القضي بقى تسمى تخاوضة نتشتاحة نتزايدة ولكن مش قراز كور مستوصف بعد كثير الممرض إذن هذا المدرس الممرضين مش كجهة تشجع روخا لان الخصوصيه ناريف كجهه وتجيبوها مع الرباط ماشي هذا الشغل الاولويه سبيطار مثلا غير الميزانيه ايش النوع الميزانيه اش الصنغ الشعبي نتاع هذا السبيطار المواطن غير الجهه اش نوشخ الصحه ما زوارو الصحه التشغيل نركز المهم واش نظن نركز نخشي حاجه نظن ولكن الزرق سبيطارات باللعب شنو ذكر الممرض بعدا كل ممرض أذكر شي حاجة التكوين أذكر القابلات لي ساج فام أذكر ميخ زما أن تخجز جهويين روخ خصها جميع المستوصفات هذا زمنط جميع المستوصفات ساك سنتيري بعدا على الأقل ممرض ممرض إذا وقع التكوين يجن التكوين غا ست شهور مليح موسقا القابلات ديالتي بعدا هذا يفك كيجن منين كيمية الأمراض تخيل من الأمراض اللي قصحت روخ نيت طاحت المستشفى الاقليمي راه مستشفى الجهويه الصحيه ني الحل وغتقول الحل من الصحه ديال المغرب شوف المغرب روخ يقول خصص القطاع الصحه اهميه تسمع علينا خصني يسمح كقطاع عام وانت الصحه التعليم تسمى بلد تسمى من المغرب من الدول القاعده الناميه عم ما خصو يسمح لك الصحه التعليم
يخصد يقيم الدولة توفى الصحة للجميع والتعليم للجميع. الخوصصة ديج الغلط يبغى أنا راح الدكتور محمد بولعيون بارتباط السياقة والنتات الموارد المالية وكيس الموارد البشرية، لأن هادشي اللي غاخذ المغرب كل 10,000 المواطنين غاسن 60 طبيبا غاسن 8 الممرضين، ماش تقيم تشكل موارد هذه دابا كافية مال. شوف كان متفق الطاس بالتحليل لأنه ميمي، لأنه ربما نمارس وبالتالي نتألم تألم غادا خلنا ننتمي للقطاع يعز غنغطاس ويعز حتى المواطن، ويعز حتى المواطن تسندغان، لان المرض خصك تجارب من ذاك الهرش من ذاك الحريق شمات قارس شي سمعت قارس تاع الصح الدرهنا تماما تماما قارس بدا يوذان حتى يخدم لنا الاطباء الممرضين صباح وخذوا استيذوم طاس ونغام تصل المرضى صباح، لانه نيدي تسيت من ناحيه نفسيه مريض سيكولوجيا يمكن شي كوا يمكن شي كشي من غير يمكن شي وثمن وين توقع على السبيطار ديال المراكز اقصن صباح، لان شني جانا قمهم المركز فيه هنا، ولكن شنو كان مباشره ديال المواطن كان اقصن صباح، لانه ديما حنا نتجاوز من هنا ان شاء الله، لان متفق الدكتور بودره من بعد غادي تعقبوا مننا انه مرام المخططات الاولى المخطط الاول 60 64 المخطط 65 67 المخطط الاخير اللي خاصه في 1990 غادي الميزانيه تغطي 7 مثلا انخفاض الميزانيه العامه للدوله المخصصه مثلا للميزانيه تصير تغطي 7.98 تقريبا 8 العامه الميزانيه تصير فونكسيونمون ديال الميزانيه نظري بالنسبه للميزانيه لانفستيسمون تغطي زي 4 من الاستثمارات يعني البنايات التجهيزات الاستثمار الاستثمار يعني تبني المستشفيات تعدل المستشفيات صار التجهيزات التنقيط تغطي 4.4 ذو الغاثين فاصلة يعني ذي نيجي النقص بينما المنظمة العالمية ماشي ذات جينا توصي ب 10% الميزانية العامة انت في دول ربما تونس الجزائر كذا ذي نيجي 15 ذي بعض الدول 15 لأن مشنا الصحة مهمة جدا وخصص موارد خاصة لأن منظومة خاصة لها خصوصية ربما التعليم التوذج الإنسان غاس الإجازة هذه صعبة ولكن وزمة التوذج الممرضة شي قلا صوند غاستريك يجينا شي قلا غاديو شي نهامين غاك نغا شي كتادي سيرت شو ما تقصح التوذج تبقى تسير التهوي لأنه ممكن تكون بلاد سكتين سيرت باراليزي، لهذا منظومة لها خصوصية تطلب المجهود من الدولة مارة قطاعات المجتمع المدني يعني الجميع، لهذا خص التناول في اطار الجهوي احسن سنوش الميزانيه الجهويه، لان حتى الموارد البشريه اتفق بانه نشتو غيرج البحث الموارد البشريه مهم جدا استرخ الحوافيز استرخ النقصان استرخ الامال غنغير لانه ما قمم خمار تحنا التقاعد ولا نجدد الممرضين ولا الممرضات خاصه لان غنغير النقص ربما شي الان غنغ 9000 10000 طبيب بدل غيخص و 18000 20000 الممرضة اللي خصنا حنا ولا شويه باش تقال المنظمه العالميه للصحه، لان تلقى شي جو مهروش يخصص مثلا اثنين الممرضين ديال المستشفى دين لي ستاتستيك خص بوك نخوش الطاس يعني خص شي غادي نجي النقص ديال الموارد البشريه ديال البحث ديالنا يوضع النتائج بان ديال النقص وممكن ديالك تاخذني غير تقريبا 10000 الاطباء جا 18000 22 حنا ولا في اطار ثم يخصص لانه غادي نبدا نغشيخ اخرى ثم تغادي لجنة السياسة ما يسمى بالتقويم الهيكلي فخ الصحة للمغرب العالم الثالث مرة والصحة باللعن المدارس التمريض لمدة 10 سنوات تقريبا ما يزغثوا يدي ذن الممرضة باللعن المدارس إذن ذواج على المجموعة ماشي دكتور بودر إنه مجموعة المستوصفات ذي عرف مثلا ذي الدري وش غادي الدري وش قريبا شي دير 67 ديمية تخدم سجن الممرض 37 ديمية وليس نبو طبيب ديال المراكز الصحية يعني احصائيات ثارسميه قطغان توقي رجل البحث خبينويا مالان واخا لي ستاتستيكا يعني تبين انه دينا الطص النقص مين غنقص الموارد البشريه ديال الموارد البشريه غنقص لانه الان خصنا اولا انوش الاهميه الماليه انا عارف انوش الجهه ثم انوطن توطين ما يسمى بالمناصب الماليه جهويا ما معنى توطين وتفرنشازي الجهه
وحنا ديال لجنة التقسيم بالحتازي الإقليم، يعني كل إقليم إقليم كل جهة تكون من أقاليم البيجينس غادي يقيم ذي يعني أقبل غادي امتحان سيليكسيون ذن الغريب ديال الأمر خاش من قيم غش تألم أنه غانغ مراكز صحي المصوص وديس لا ممرض الأطباء في نفس الوقت بنادم تكدا سيليكسيون ينجح تكدس الامتحان لمدة سنوات تنقط تنقط تنزال البروغرامس من بعد تجي قال سرح تعاود تكدر الامتحان عاد توظف من ويا يتناقض نهائيا كان من الواجب سيليكسيونيت سيليكسيونيت 100 يوا خص 100 ان يترتسل حدا الخدمة لا يعقل ومقام التخطيط على المدى المتوسط البعيد عاود تقدر لاخر حمد تيسيد 10 تجد 30 ديبارا اذا ديني خلل ديني خلل خص يسنفك مريضنا ك مسؤولين كجماعات ككذا كبرلماني مسؤولية وزارة الصحة يعني ما مشينا الدكتور بضرب تفكيز زيارة إسبانيا لجنة السنة نتف بأنه غاسن بولعجد غاسن شبكة مرتبطة زي سود داير السنج زي سود يعني أفقين وعامودي المرأة ونسي بعين الاعتبار أول وسناني ونقل الجهوية ونوطن الآخر ونوظفين غانغ الآن لأن ما جاش من المنظومة الصحية منظومة له خصوصيات يخبروا ونقيمينا ويا ونزمان ويا سل القطاع خاصة ديال الريف يتهمش ما جاش أنا عقب أذغر القطاع الصحي ديال الريف سي محمد بودرة وزير الصحة بعلاقة الموارد البشرية وزير الصحة ينش غان غيموش الخوان مجموعة الوظائف شاغرة وذين يحدد يزي حدد انت عمار مش مش غادي فهم مش 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 شيء ولا ناش من السنة هو ذي نجل عدد يبدأ نغاس الدبلومات الممرضين لقنا هذا قنق الشماش الزونة الخدمة وفي نور خدمة أما فيما يخص الأطباء ذي نجل النقص قد تكوين يجنها إراغان غيجن كلية الطب تخرجت 1200 العام روخا غنغ ستن كلية الطب تقيم 1200 عام أضوي بنيت إذا كل كلية ماغا أصفاق المدني العدد إخساء يخسى ذاني وخان اثنين رقرن لأن لي بوست بيجيتر دائما تعقب المالية وبالنسبة إن ثي عاود تاني الموارد البشرية ما غي يحدثش النقص خلي ذي النوعي روخ التخصصات بزاف قيجنا مثلا قي سبيطار الحسيمة إلا ذي يجن الجراح يدق يغص يدق الجهاز البولي يدق مسقن جينيكو يدق كلش يدق الأطفال جراحة الأطفال روخ تخصصات بزاف روخ تخصصات بزاف وسن زمة ما يمكنش تغير المداومة جراحة الأطفال مداومة الراديولوج مداومة تولي مجال المسالك البولية وخا يتظاهر داج نختزل أو المواطن يجنها يسني جذوي بيجن جراح كاين مشكل روخ خلاص قادين تخصص من نوايتيني وما يتجا شخص يتخصص النيم خليت التوعية الصحية روخا شنين خصنا مكا كني غنجيني خصنا نفهم بأن وغنخشي جميع الإمكانيات وغنخشي نفهم وغنخدم روخ وغنفكر المستقبل روخ خصي نوع التوعية الصحية خلي المواطن أحيانا يتحوظ به يزارث يتشز دواء وزي تعيب شرحة خلص قعوة ذا يجيني على الراديو ما يمي ويجي سكاني ما قعوة ما يمكنش من هذا ما يتخصص من ما يخص سكاني قخلي أوروبا ودك الشيء يجي هولندا ودك الشيء شيء لا هذا النقص التوعية الصحية وذي المجالات التوعية الصحية مهم لأن نش ربع سويع يبدأ العائلة ينو وقاخت كنا قاس تصفق من متصفق من خي وقع شين حاجة الدث من معنى طواينو نغز العائلة ينو أو يمت المستعجلات نسبيطر الدولة عادي غا يتراغب لأن من مرة إقامة بنادم زغاسي قرر هذا حضر الاختصاصي مين هذا حضر الاختصاصي قيم كل مرة حضر الاختصاصي عضي عضي خفيك يخصد حضر الطب بالعام ذا نزواره انت غير مرن مي هذا حضر شكرا حضر الاختصاصي اختصاصي انت غاسبوج النظرة شاملة يمكن تضيع عضي خفيك الطب بالعام تاقي السلم ما تغزر ما تشويث ما ذينا انت غاشي وين التخصص إذن من يقرس ترشيد موارد بشرية تحتاجيش النوع التوعية الصحية وترشيد التجهيزات ما يمكنش غادي يدفن هذه قاع الراديو بقى ماشي مليح خلي الراديو من الأشعة تقن كونسير يغسد كذا الراديو ما لا ولا بد شنو يخص يقن الراديو قاس ولا بد ماشي ولا بد ولا بد يغسد كذا الراديو إيه ولا بنادم يقرس يمشي يد الدواء يمشي يطور ياخذ يريد الدواء لا شي خصها الراديو
دقل الضغط خذ به جنب بعض الأطباء عاود أما ما راح ذا القطع الخاص عاود غاس مشاكل نظم المهم شي نغنغ مواطن نغل فقراء الصحة خاصة تكلف زكس الدولة والزمة وش الزمة بنادم ماذا يخدس بنادم الصحة خاصة بنادم ويتخدس والو لأن بنادم ضعيف هذا بنادم ضعيف يخاصة الدواء باطر العملية باطر يخاصة تكلف زكس الدولة دين دي بسلام يسقى تاوي التمنيات ما كان مشكل يجي دك التجارة يجي دك ناسك الضرائب ديني وذن ربح نيج العدد الفلوس هذا خاصة الضرائب ولكن يبوبريثر نخصة السعدان سبيطة باطر هذا كسين الدواء باطر شين نظل هذه لوتشا ولكن على الأقل الدولة أتوفر صحة التعليم شين نظل يرزو الكماليات يرزو ذي سخطموا بين ذي ضبام واساسيك يرزو ذي التلميزيون ذي ضبام واساسيك ولكن ثينة دي مسلين الدولة خصة ديرين الصحة والتعليم ذو بريض طوض ومان إن خصة ديرين ننتك الدولة في نفس الاتجاه لأن عجنة النسبة مثلاً بالنسبة للأدوية الأدوية مثلاً الدولة في 1912 مرة لم تأخذني ذكرتي أنه خصص تقريباً 1,500,000 درهم الدواء الدواء على أساس أنه 2016 خصت 2,500,000 درهم ما مش النار وما مش قارش من ويا لأن ذي نجي النمو الديموغرافي ذي نجي كثافة سكانية تزايد الميزانية أكثر إلى الأدوية حبتي يعني ذي الأدوية ونقاش الحمد لله ذي مجموعة من الأدوية لكن ما زال ذي النقص ذي الأدوية يا ما يمي لأنه الوضع الاقتصادي الاجتماعي قد جينا نغاش الصحة مرتبطة تحت الوضع الاقتصادي الاجتماعي الوضع الاجتماعي المغاربة ما زال وضع مزري وبالتالي السن بأنه رغم أنه ذي السياسة الصحية هذه مدة من أجل القسم الأدوية من أجل كذا نتاس من الأمور ولكن ما زال يخصنا ميزانية القرانين لهذا ضروري أن نوفر الإمكانيات ثم ذي نجل الأمور مهمة جدا ما يخصنا على المواطن ما يخص توعية السن وقاس لي تينيري غيك من يسغيب ذا أرمني غيك من ديني مستوصفات المراكز الصحيه بلا يسمو مريضين ديني الاطباء ديني المستوى الاول الثاني من بعد خاص نستوي الخريطه الصحيه ربما الرياض ودين كتيف في وزاره الصحه مهمه خ الخريطه الصحيه لاكارت سانيتير مهمه ما راه تبقي في السنه 65 سنه مهم جدا ديني المستوصف يتيدي يسمو مريض يتوجهش يتشش الدواء شمار شقر اش يعني الدواء غاسي جن الدواء معروف رغم انه غاسبور حق ديك الدواء الا تحت اشراف الطبيب. ديال المركز الصحي تيدي الطبيب تيشرش الدواء باطل. شزار غير ولا تسمغا قسم متعش تقصص لا وزد شف. لا واحد بينما يخسر يراح غا المراكز الصحيه غا كذا غا وضبيب ما تيزار تيسقسى لان ديال الاطباء ديال دي الباديه ديال الاخر مهمه ثاني تانا. يعني خصنا نولج خني غير احنا عاد غا المستعجل خلي المستعجل غا الاستشفاء ما يسمى ديني بريفونتيف كيراتيف يعني الوقائي العلاجي يعني خص المواطن اللي يفهم منه لانه غاسر حق ضد شهر النص اللي يزيد الدواء باطل اما ديال شويه شيء اخر مستشفى جان سيغما مات يعني الامكانيين الاولوج غمانيه باش المواطن ديال الدواء ما سوش الدواء لان التصموتين قالنا شو والو الدواء تعنم الدواء نظريا منايا مش قاري خصنا يخصنا نطلع الاخر الميزانيه الادويه ضروري لانه الاغلبيه احمد حتى الثقه المواطن المواطن تحن غير المركز الصحي ويتهبوا الدواء والضبيب يتحقق قسم مستعجلات ملي يتحقق يا الزوق شي حاجه تنوضني غير حتى غير عشوب يتحقق الطب التقليدي ويخرج غير المشاكل لهذا خص الميزانيه ديال الادويه ضروري انا اللي سناني ثم دين عاود ثاني راميد يوسف راميد مهم السيور دين ما يسمى بلامو لامو امو هي المسقس عرفت لامو التغطية الصحية الإجبارية ذيني القطاع الطلبة المستفيدين الطلبة المستقلين انه يعني ثاني خصنا حتى تخجص لجنة المقدار ازاي سي غوفر مجموعة لقينا خصنا نسيور بتفصيل من بعد الخو عندنا عقب شوية غيعرف بدا ديال المغرب الخو انا شوية غيعرف ما مشي القطاع الصحة نسيور القطاع الصحة بشكل عام نسيور خطوط المشاكل القطاع الصحي اللي يعرف ما المشاكل كيف كيف فهمت اني يجي المغرب مره ما غاسش المشاكل التخصصاني كثار ني اختلالات كتب قراني كثار ني استثناءات ني ما مشي يجي الوضع الصحي يعرف قاري في الوضع الصحي تسمى يوعى كثار
وعكتا زي باقي نسيوك سنجلين زي باقي أنحاء المغرب خاصة المركز يمكن ذي المناطق نظر من غير الريف هامشية بطبيعة الحال أقد ذي الجنوب الشرقية ذي الأثار كيف كيف من شنين لأن ما نحش المعاناة أكثر ذي الأمراض روخو تسموز من تنعالج ذانيتا ذي الحسيمة مثلا يغضي النظر جراحات القلب جراحات لابد من المدى صفا جراحات القلب ومن المدى صفا بنادم قد الميزانية الأغلبية وذن دي بوبريد نغاس ميزي غاس صفا من مست قضاء أربط نغفاس يجل عادة قرأك جيد دي لذي مدين تلغاس ميز قرأك شمين ميزي غاس ثبق أربط وغامت الزر قثا غاثا نيتا هذا نيتا شنو غرغبو الاكتفاء الذاتي انت كل جهة في الحقيقة يخسغاسين يجنس بيتا يتكلف كل شيء الأمره في القلب في الكونسير سينس يبدا نتعلم بزاف يبدا نغرى ريف كل شيء قد يربط اني ما غاتجا الامكانيات اني مغاشي قد تبدل لحسن عاون تخيم من ذليتي وما هي ماشي معقول بكون اللي غنجيني يخسى المواطن باش يحس الدوله ينس يخسى صوفا اربعه المسائل الاساسيه الباقيه ضد بايخ فيز الصوفا سبيتا الصحه التعليم ذابري ضد التضوام ضمانين الدوله شي نظم كماليات النظام اللي صافي تسمى بنادم هذيك خزاخ فيت مشاكل اضافيه غنغ بزاف الحالات تسمى تستوجب مصاريف مغاط وغادي تجهيزات وغنخشي دانيتي مثلا سبيطارات نعرف يكملوا وليديش ماكس لا ريزونونس مانيتيك وليديش ني الناظو ني الحسيمة ني البركان ني تطوان ني مسير خليطان جوك شو أخي رقع ولكن دين دي مسرين تجديد تفقنت تجديد و ديني المعاناة لوخا غار سنتر ترانسفيزيون لوخا ربعا الأمراض مخلطة راسيمي ليموفيلي تحتاج اما جيزنا مرات عقرب مؤخرا جنح جدي الحسيمه خص الهليكوبتر حتى توجده خصص لي زيمينو جلوبيدين جلوبيد ريج المركز حق قاربه الضرب اذا قد كرمالين ايوه اي ذني ما سقنا من اقرو اذن تعاد يجو حن جا قد قريني ما خصص لي بلاكيت بلاكيت وغاز نجي ذني غير ما سقنا فاكتور اونتي ايموفيليك كلشي حق قاربه اتصل خصنا نتصل أقل وزير الصحة مباشرة باش يتبرانق لازم بينو جلوبيلين الحنجات تسمع ولكن هذا اللي اش تنفكيت اني مساكن وغنغضو دون شيء ني غنزري شيء اذا جواب سؤالك المعاناة الريف تم قراتك دوبلي المعاناة المركز في المغرب السي محمد بو العيون نقيم هذه المعاناة نهار الريف على مستوى البنية التحتية الصحية أنا راح المستشفى الحسني ذي النظر مستشفى الحسني ليس مجموعة الاختلالات على حسب المواطنين اسم اختلالات ذي البنية التحتية ذي البنايات ذي الموارد البشرية ذي التجهيزات ذي زبونية ذي ما باش تواجد شكل الوضع على المستشفى هو ما صالح هذا الناس يخصنا السبيطار مش يمكن هذا الشيء من الزوار وبعد الريف البنية التحتية بصفة عامة كارثية شنو راح يخصنا نغطس اولا لانه اعرف تويض سلسله جبليه مثلا ما المستغرب قبل نذكر شي من مزمزه النار الحسيمه ويمتد تويض المني الريف سلسله اغلبيه اول معاناه المواطنين التضاريس الجبال لي زولمو يعني انتو دري المساكين كجن احمد ياس ني غاش يخصس الدب في دغياس على المستوصف خني غير مريو في شط الطوموبيل غياب الممرضين بعض المراكز الصحيه غياب الاطباء ما يدير نجل المعاناه هذا لا يعني بانه تغيب المجهودات ديال المجهودات ش مثلا غازي 2003 شقوم مجموعه من المراكز الصحيه بنادي الدري وش بنادي النظر مهم السيور المستشفى الحسن الدكتور بو العيون قرش غاثه لان مهم ما غاديش غير المستشفى لان قرش لابد السن بان دين نقص لان عليك تغيب النقص ربما المستشفى الحسني وغاز تيسخ المستشفى الحسني مازال يخدم غير الاقاليم يخدم الدريوش ضمن النظر في بعض الاقاليم يوسف كارسيف يعني ما يستوعبوا القاش لانه انه تغادينا يجن خريطه الخريطه خريطه صحيه لا كارت سانيتير ديال المستوى تغاديس لا يارشي ديال سجن التسلسل ربما انت كل شهر غالمعاناه المواطنين الاخر ديال المستشفى الحسني ازد صغبا يمين
من بعد شقيق سمرك مستوصف مركز صحي من الدرجه الاولى، مركز صحي من الدرجه الثانيه، مركز صحي موسع لان كل جديد شن حاجه يسنقص شويه يسنقص لان مرا غنغ مركز صحي موسع دايس طبيب الاطفال دايس كذا تحقيق لي كونسلطاسيون دايس جينيكو دايس كذا خمي دايس تقفغت ما يمنو عن الان ديال اعاده النظر ديال الخريطه الصحيه مهمه جدا وزعما تنشرح اي واحد ولكن يمكن غاز يخصص خصنا نسيون المستشفى الحسني. المستشفى الحسني نستمر من التبنى، التبنى ديال عهد الاستعمار من بعد 67 توغث غاد جن حاج طامزيان، بعد 67 راني ندايس بعض الاقسام الجراحه العامه الطب العام غير ذلك، ثم من بعد فتيزيو يعني اخبيك قلت يعني شويه شويه ارمي دول زي 2003 2005 في اطار مشروع قناه سميدة عاود ثقا ماترنيتي تبنى الاداره تبنى من بعد المحسنين ومهم جدا سيتي لجنة الدور ضوء قرا ديال المحسنين وزارة الصحة لجنة الجمعية الياسمين خغاري ذني تنا اتفاقيا نقيت كيس مهمة قناة جمعية الياسمين يعاد تفين نظمة شي غامينة ولني خا يلا قش نقيت ورايا ذيس ذيس تقريبا 7700 درهم غادي 7 مليون و700 الف درهم ذيس يحدث مركز نسويه الكلية ذيس ذيس يصلح وتهيئة تخصم الطب ذيس تصل الامور تقيت الجمعيه منها مثلا الاطفال طب الاطفال الكارديو فتيزيو تعدل الغلامور هذا خص تعدل مجموعه الامور لي بريلور يعني الجمعيه تخدمت تخصصت الجمعيه الياسمين اللي على طول المناسبه تقدم غسن التحيه التهانيه يودانا خدمنا الطاس وعلى راسي مش تقيه من الخدمات مش الحسني ما شويه تقوالو من غير يتق ولكن رغم ذلك غادي نجنوا الضغط بقرا الاحصائيات غادي مثلا غادي قسم 73000 كونسلطاسيون يعاد هذيك 73000 ما تنفع الخدمات ملا حتى في الخد على الاقل يتسد مسجل يتشس الدواء يتقرر يتقرر التحاليل شو ذن طاح الدواء والمعامله حتى المعامله الاطباء تاع فين غادي من ماشي التعامل تخيل شنو شتو تجينا خطوه قال الدكتور بدر السوس الاولويات نش عليك قيد التدبير غير قرار يعني ديال المركز اول غانغ الاولويه المستعجله في تنيد القلب النابض للمستشفى لا يعقل ديال المستشفى ديال المغرب وسهل ربما يقدر يختلف الدكتور بودرة على الاقل هذين الاثنين المضبيبين اختصاصيين ذي المستعجله مختصين على الاقل اربعين مضبيبين عامون على الاقل ثمانيه الممرضين في كل يعني كل جروب لي جروب كل جروب ذي سميناويا ما يهمني لان مازال ما جاش غير العقليه انه سبيتال سكوشي ديس لابوراتوار ديس سارد ديس كادير غياح وتحبوا غير المركز الصحي وخذ يصاد بيب ديس الدواء بطر ما يمش قاصر جن التوعيه ولكن يخسر في الشروط في انتظار انواع المواطن التسلسل سلايا غشين الصحه انه ديني جن الضغط ضم قرار والضغط يتقديج مضبيب شام مرض ليجن لانتير يتزد عاد يخدم يرمي تفوت زي ساتيا مانيت ماشي ممكن زائد جشتين الاخر لان الاغلبية روح نغا التقاعد خاصة في المستشفى الحسني ما لاني غير شحال يروح التقاعد ما تصورش ولي نبو التعويض نصب ذو هذا السبب يجعل يوذان يشتكون شما ثمن غير طازة مجموعة الاحتجاجات مجموعة الاحتجاجات قاين تدينش زريخ ثنت وهوي غا المواطنين سيور الكيسن شار حسن ولكن ذيني نغش يخصج المجهود حما ذين بعض المودان والقربون مع ذين مجهود التمقراني ذي عدد العمليات الجراحية قيمة غالية غرفة العمليات كارثية جناح نساء توليد ذين شوف العمليات الجراحية الأغلبية قليل من الوفيات قليل اختلالات بالعكس وزير الصحة عندها شو السبيطار هو ويزمع من بعد الشينة قصد لو وضغ شوف ذين عمل جبار يقوم به رجال الصحة ذين البعض مع الأسف الشديد نتيجة ما جاش نغم الثقل المسؤولية نصن الضغط وغاسن بو لاكوي وغاسن بو السنبو السولي قو مهروش دويت جا خطير جدا لأن الاستقبال أساسي شام مارس باش تسقط قرصها ومهروش تجاري خذ غالي غالبين وتشارح غاش يقاش بارك يغاي أول ولكن أضبي بني الممرضين وحس وغاسن بو من غير شوار يخصو غير يقل لاكوي وحس وغير يستقبل وحس وغير يعالج نار بعين ضبيبا يهون اثنين الاقتصاد المستعجل يسن واش مستعجل ولا ماشي مستعجل وانا ما غير يطيح النوع يخسر ذي الاولويات ثم المستشفى الحسني ماشي تجار خوش راح يستقي مشان اونكلافي يعني اونفنس مرمر خطير مشان خطير اول حتى خمد غير هذا
واللي نشتغل تصير خدمة تنيرفيا طوموبيل الساعة الفوضى السبيطار يخسر يفوق يخسر يبدر والوزير يصرح زيس أتمنى وزير يندر السبيطار ويعدر شوية يعدر كرم سنقوم زيس وحقيقة ميت ثلاثة هكتار يكرم الميت تمام ثلاثة هكتار خو يخسر السبيطار أثنج إما السبيطار لجوء ليس نج ماتيرنتي ليس نجوة المستعجلات يمكن يسناني شنين المراكز الصحية يسيني نظريم أن صوف السبيطانية وذي محاولة نجيت الشين وتشكار من دول وزير الصحة الدكتور هواري تقوم سجن واجب ضم قرن لا من أجل مستشفى متعدد تخصصات مستشفى متعدد تخصصات نوفا 16 هكتار تماث إقل مجلس البلدي نسروان إذا ما يمكن أن غير اتفاقية كان غير اتفاقية ربما النهار الرابع نغ 3 دي تسن غان غنفق وزير الصحة إنش تجيش بتصريح الناس نشي مارو شي غير واعد تكمر قاغش الخو لحد الآن ونزري بوز بتاع هذا لا من دين خو نازو ثمار خمي غان الوعاء العقاري ذيس اتفاقية السروان جامعة السروان هذا خص ثمار للإقليم هذا نغي جهز وزارة الصحة أتبنى أتجهز تجهيزات البيوت الطبية لأن المجهود قاعش ديال المجهود حتى اللي ديروش المجهود نقلق ديروش خدمه ديروش ديروش نحاول عاود ثاني نضرب في الله عمر هذا الدكتور هاني السريد طبعا ولكن تخدم ديال المستوى غاسجن ميدانيه مثلا في ويت سبيتا قريب لنا 150 اذا صغير قامت انا حم بعد غديروش تمام ديال سبيتا مزيان ديال 45 يعني المجهودات زائد حقيقة حتى ضغط المواطنين على جنب الدور دابقا من اجل الصفوف المنويه سبيتا قارش غاس نواقص خسر يفوصني يخسر يفوق غاجن مشان نظني على الاقل حنا نخفف المعاناه للمواطنين الاقليميين دكتور بودره ما مشي تشال البنيه الصحيه التحتيه الصحيه ديال الحسيمه ما مشي تجي المستشفى الانكولوجي راه انت مشاكل يبدا يخدم خلي المستشفى الحسني يمكن خص يورخ واه خصو مغربي 5 سنين تما البدايه وك يمكن الدكتور بورعيون اول لغاية الشرف اول اختصاص يدير تشخيص بالاشعه يدي تسنى النظر تما 91 يعني خليك 91 الى الراديو وذنبو لا ماشين دو ديفلوبمون الى برمت كذار راديو سزغت تقنسه ما مصواب هذا خميجت تنتظر تفوشت باش ديال الزغره ديال برمت زار دمي تسمى زار تسمى قعي وسخعي كاين يحدث اذا الخدمه ديال المستشفى لا مش المستشفى الحسني تسمى نشي ديوين لا ماشينا ديفلوبمون زوارو لا طابل تيليكوموندي دين ديال بدل الراديو يبدا المستشفى الحسني 91 تسمى كراديولوج سينا تيم فرينينس ليكوغرافي ليكوغرافي سعد خبير اللي ولاني سعد ولاني كي نالو زي 91 95 بعد وصلت المستشفى الحسيمه عاود ثاني قيم المستشفى خدمه زي 95 شوف بالنسبه للاكتظاظ بقى كيف كيف من المستشفى الحسني المستشفى الحسيمه سنين سنين وقيم ماشي زد شحال تمام سنين سنين خصنا نصبر على بعض البنية التحتية صحيح يعني لا سمني وقع لنا هذه المستشفى الحسني هذه المستشفى محمد الخامس تاثير هذه المستشفى يجن عدد من السكان ضم مزيان وبدانا النقص غثين يدور بناء عشوائي مستشفى احياء الصوفيا مستشفى الحسني مستشفى واحد الخامس بناء عشوائي 3 هكتار تقريبا يخصص الهدم سيدي هذا كرامو الميتين فلو لا نيشان روخ ممكن سي بورعيون يخسر المستشفى برا الحسيمه خلي انت الحسيمه صافي قاكي اطار مشروع الحسيمه منارات المتوسط من بين المسرين ليكس ايجابيه بغيتي تقدم جلاله الملك هو مستشفى جهوي متعدد الاختصاصات شي نطبط صافي نوفات اذا غادي اجدير هذا وقع جن المستشفى مغام متعدد الاختصاصات والانطلاقة عما قريب ان شاء الله من خلال اشهر دي كوال اذا ها من يوقع ذي المستشفيات نارف مستشفيات تسمى جمس توعبن اضرب النخليل الضغط يعني المواطن الطلب ما سقنا طلب تسمى العناية واعي طلب التخصصات الطلب أحيانا ربع سوايع تري شي واعي وشي شي بقدر تخصص ما مشي تخصص يتوقع ربع سوايع جن لو شوك قلك شقي بتفق دكتور بوعي مستعجلات يخسى ما أمكن هذه التوكسيج مجهودي بغا أتري لازم أتري لأن الصحة عمل إنساني دي أستراليا جين وزارة المستعجلات
لا قرا في الجقل التخصص المستعجلات لا يجي اختصاص المستعجلات طبيب اختصاصي للمستعجلات اول حاجه بنادم يكسر حريق يخصك تستقبل مليح واخا من غاكي تا الطبيب عمل انساني طب الصحة عمل انساني ماشي تجاري تماما ماشي تجاري من الشركة اول عمل تجاري توقع الرشوة توقع الزبونية توقع بيع الادوية توقع تصل الحوايج ابو كنغيري الصحة خصها ديري عمل انساني وعمل دولة والدولة خصها لان باش الاستقبال ديال الصحاب خص بعدا مستعجلات ديال التصحاب ولكن مروجين عاب عايض ويبن منيا الممرضين سيدي تشد عمق المستعجلات تشد ويبن تلقى عاد قاس الصفر مع السبعين تيري يمي تسمى وخا باوكي اربعة سبعة ضيب ويتغي ماشي واعي خلي انت الضغط خصي شي سخيوت شي سخيوت شي قرن شي لا 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 صافي يتفقد الاعصاب ينس ويتغي ماشي الطبيب الانساني تسمى كثر الرحمة والشفقة لان مروض خذا الرحمة والشفقة وذنبو العلاج عاوبر ذنبو الثقة بين المريض والطبيب وذنبو العلاج وقالوا هذه أزمة ثقة بين المواطن والقطاع الصحي رجل الصحة وثيتين خص ضروري تنعالج ما راه بنادم يتقيش القضبيب صافي معناه ذنبو الثقة كيبورو القطاس غنغطس المحاور النقدية حاجة مهم من يبقى زي متفكة ذي الأبواب المفتوحة أنه نقول الأبواب المفتوحة المواطن راه غدا سنه نتاقد خصنا غير كلشي يبقى الدكتور بودر اتفق كيس العمل عمل انساني خصنا نصبر ونشتو غيرجن رساله ما راه غتجو ما غيرجن الجريده ينقال صريف المغربيه سير غير رساله لكل العاملين في المستشفى الحسني ديال المركز الصحي ادعوهم الى التمسك بالاخلاق النبيله وقضايس الاخلاق الحمد لله ولكن اكثر دايرين اكثر لان المريض يحتاج الى رعايه نفسيه لهذا يخص الابواب المفتوحه نشن من تنك حمد النهار الثقه وعصر حق لنا من تنك الثقه من المثال زي هو هسبيتال تيتكوا ايش فانا قيل لنا ما يمين يخص تيري الثقه والثقه يا حمد تيري يخص نقيم الابواب المفتوحه كل اقليم اقليم تكوين العامل يدير قطاع الصحي مستوى التعامل الصحفي خلي المواطنين المواطنين حتى المواطن التوعيه الصحيه المواطن شمال انت يتازن التنظيم لان يتزدق العائله بعد 10 6 العائله 8 غاد خصنا كل شيء باش يخصنا ولكن يجي المواطن يستوج الموعد خام يجي المواطن ديال سيدي كسنا جبعات خصني نروح ليها راجل يجي المواطن يحتاج القمر صافي السمه ديال الرد الفعل الناس احمد بنويه مرتبط مش مرتبط المواد ما شاء الله مرتبط الاولويات لان خدمين الاولويات مش قال الاولويات ما نعقد الخارطه الصحيه لشي قال مثلا عرض العلاجات في القطاع العام شبكه مؤسسه الرعايه الصحيه القريه تتكون المراكز الصحيه القرويه المستوى الاولي 7000 موذال مركز الصحه القرويه المستوى الثاني 25 ما لا نحتار من قار غا شويه غا 50 ديما يكون على يقين بانه اتصل الامور خاص نقله خاص نحتار من قار نوعدنا نحتارم هو زعما تحتارم ما راه وذيل الميزانيه ماشي قاد الدكتور بودرا ما راه الميزانيه جهويه إذا متفقين عليه خصنا ثم جهوية ثم من دير الآن الشعب عاود يجي المثال 8 رميد تساهم ديس رميد رميد تساهم ديس وجبنا بعد رميد تساهم ديس الدولة وزارة الصحة يمكن الجامعات المحلية وزارة الداخلية يمكن والسنغشال المتدخلين 8 إلى حدود الآن عاود انشغال المستشفيات سمين زي غادس سمين زي غاد الصيانة لأن غاس ميزانية تقيتني مستقلة حما تجدد التجهيزات البيوطبيه اللابوراتوار الراديو البلوك اوبيراتوار الاختصاصات الغاسترو وكذا مجموعه من الطرق ما راه سمين تجدد ما راه كوت 8 خص 8 الدور انت حما زي سجل لان 8 خاطر جاسيت الدور خص الدور تقال مستشفيات لان كل قياده يتخرج سجل العدد خص يعقب راه الدوله يعقب على المستشفى انا حق الموضوع المساعده الطبيه رميد مش غادي نقيم النظام وني تتبع السنوات 2012-2013 مش غادي المواطن يتشبه النظام البطاقه يا رميد ام يجي البطاقه بنكيه تاخذ تجبدتي عاشين وتفضون عاشين بطاقه بنكيه خوا اذا في المشاكل التي لدى السبيطارات التجهيزات الاطباء الاستقبال ومن بدا يخذ البطاقه يا رميد بداش البطاقه يا رميد تعتبر خطره الدوله بشهاده ضعف لجنه
جنرال تحت هويه الشهاده الضعف تحت السبيطار ولا من اللي من تستفز من دينوا اخرها رخصه شهاده الضعف دائمه اسم شهاده الضعف دائمه تحت لان بوكا بطاقه رامد تحت المستشفى وكسبوا التجهيزات وكسبوا اخسك ولا بد تحت القطاع الخاص تذكر القطاع الخاص الراديو القطاع الخاص تحت القطاع الخاص تغيما نفع والو ولكن انت الفكره تصبحت مرا تسمى توفرت الامكانيات ديال المستشفيات يخص ممكن غير يخص منايا هذه توزع تخي ماشي قربت الدربيضه كلشي لان ما غاش مرا الوزير اخاك الدربيضه نغزي عربات واخا انت تسمى تراضو دين من ديني وقساع هذا ناضي ولكن مرا القانون ديال القانون الماليه يعني القانون التنظيمي بان قدا قيميه تاع حد جايين قدا قيميه الجايين قدا يجمع طباخ فنسن الجقسه ديال المساواه اي المساواه ولكن كلش غسل الاولويات انا من العام مثلا خص غير الراديو العام ديال كاني التحاليل العام النظره هذا دابا يجنا ربع سنه فغا كلشي تسمى الراميد سبرا ما تجهز السبيطارات اخرى عباره عن شهاده الضعف ولكن تسمى تاثير السبيطارات من ديني وقد وين تقضي الغرض بالنسبه لراميد بعد اول توات اراده ملكيه انه بلا عقب انت خوني ذاكرتي توي ترقص لي الضل البيضاء وميكش الانطلاق يا راميد ولكن راميد مش رب تخدم شي قاد دكتور بودري حتى تنتقدي مجموعه المقالات النص تنربطي ضروره تحسين الوضعيه للمستشفيات ضروري اولا لان راميد استفاد من الطاس بني ديال المستشفى تما ديال ديال المستوصف المركز صح كلشي بطل لان الا ديال المستشفيات غايتجا سيغما يعني خاص تخدم اما غاك ميتويل اما تخدم اما غاك راميد نمشي نربطي اساسا اعاده هيكله المستشفيات المغربيه الكبرى وخاصه المدارف باش ينجح راميد يخص اعاده اولا توفر الموارد البشريه توفر التجهيزات الطبيه ديال المستوى وهي تتجدد لان البيوت الطبيه تتجدد يخص نجدد مارا منويه ثم دفنت 88 راميد خصها دفنت ماشي مثلا تفكر خاص 3000 درهم 5000 درهم 60000 درهم وتدفع المستشفيات سميت زي غتجدد حتى ما خصها تدفن اتقد مثلا الموظفين ان تخدجاس المستقبل لان نبقى على الخصوصه ربما المستشفى هذا يخدس ممرضين ما لا تيشلس 8 سنين وغنبغوا الخصاص لهذا خصنا اعاده النظر ثم راميد واذا يستفد شغال علامه استفهام واش بالضبط استفد لان تغطي اراده ملكيه يبوبريث شغال خبر اني وذا لاباس خصنا خصنا راميد ديني وذا تو خصنا راميد خصنا سينيسيس يعني خصنا نبني اعاده النظر خصنا التيم القراني ديال النظام المغربي خصنا نستافدني وذن خصنا المراجعه خصنا المراجعه ثم خصنا تاهيل المستشفيات مارا من جديد والتناز والتاهلا وما يطلبوش الحاجه التنقاد والله ما يطلبش انا التمنيه التوقيت يطلب اراده يطلب الاولويات نقول الاولويات حمانوض النظام المغربي ما يتغطى حتى الامراض المزمنه السكري الضغط الكلى التصفيه يعني لا لا كلشي كلشي ولكن اني ممكن نسبوا العيون ان الادويه نتاع السكر التونسيون ديال الناس متوفره في المراكز الصحيه لان واش مشكل نقضي ديال عارف المرض السكري التصفيه لا لا مشكل نقضي 4 سوايع توقع شي غوبتور دو ستوك وتيفن شي ودان الانسولين تمام ولكن غالبا تيري متوفر منين يعني غنغ المركز اللي دارين الشيخ للنظر اللي اختلالات على مستوى الاكتظاظ على مستوى ساعات التصفيه على مستوى على حساب اي ودان اللي يطرح بالنسبه لتصفيه الكليتين شوف وزاره الصحه شقه فتوغات مهمه جدا وزاره الصحه بالنسبه للنظر الدريوش غانم ثلاثه تابعين وزاره الصحه الجن الداخل المستشفى الحسنيه الجن ديال علين الشيخ الجمعيه قناص انصير تراسيت سي ازغوا يشتن ذي شويه فغيالي ان روعاروي شنو قعاروي شنو قعاروي شنو غانغ ذي ميضا الجن الجمعيه قناص جمعيه الفتح ولكن وتشزي 2012 وزاره الصحه الان الساق الملاير تطق ديال 10000 مليون درهم نمشي الان غانغ 120 يمهرش 150 نتخجص خاص الدوله ديك اثنين لي كلينيك
دي لكلينيك دي المطار لكلينيك دي غاد الدكتور بن بوشتا دي نتخجص خاص الدولة 120 أو 150 وتمنية تبقاري ما يدل بأنه ذي انتقدوا ما مش قاضي انتقدوا ميخصنا فقط لأولويات يعني بالنسبة مستقبل غنغبو الانتظار نهائي ذي النظر المشكل الصارتن دي عارف مرض الصارتن سي بودرة موضوع كثرس الحديث الطاس ولكن نشو تسمى تعجيبة يا ذريخ علمي تسمى أعاد ويوقع بوش البحث علمي دقيق مرض سرطان ذريخ دين ملاحظة ملاحظة يلاحظ بأن وخلينش تلاحظ بأن تبانيت بأن اكثر ولكن مكخني غيتبانيت غير كافية يخصيج دراسة دقيقة طلب زي طلبة لكلية الطب أذن مسق الأطروحة تنصن خمانية أذن الإحصائية تنزى لأن ممكن يا إما يكثر يا إما روخن تكتشف يتجنى روخن تكتشف شي روخن وسائل تشخيص متطورة يجنى من يتمتد قاس الله يرحموه وشي شي مزيموت روخن تكتشف إذن ولكن ذي الأخر الكانسر ذيك سنين سنين مهمين يخصيصو كان الريف قاعي وذل ذيك يجن عدد ذيك الوقاية يعني غاد تدخين هذي سبدو يتكيف شي يجن عدد الكانسر نصدر ويتخيمي شي ثانيا ذي مغارين هذي تشخيص مبكر المرض الثدي ذي نث الرحيم مبكر ها تسمى نقطع الكونسير خل أصلي نس قبل لأن العلاج مكلف قنزرة شي قارف كتا ستحضر بعض ضربة اللهم الدقذ الوقاية وبصفة عامة راقي السكر راقي التونسيون راقي بزفنة راكت شنين مدام بلد عاد وفقير عاد وغنبو طب متقدم بزاف عارف كتا يخسن وش الأهمية الوقاية لأن الوقاية تسهر من المرض قضى سيخسن تقواذ خذرة كيلو متقنها باش أوري لكو وكيدك شي باش تشد مليح وجيبت تشد مليح معناها تشد غرا لا تشد مليح معناها متنوع سي بودرة يجون قول ذي مكارو القطاع الصحي دي يعرف ما غانقش الحكمة الصحية ما واش الحكمة الصحية تيرين ها غتفن شنين مسؤولين في الحكمة يا ضوان طماث من يغني إني صدغل إني صدغل معناه مثل معنى إنش كنا تسمى صداع العالم مثل الجهوية قيمة صداعه حتى اقتنع بأن المغرب أصلي نس هو مغرب الجهات ولازم تنجحوا رجل السياسة قال المغرب سواء قطاع الصحة أنا بقيش قطاع النظام مرود يجيبوا الجهوية سمح الوريون نفس الشيء قارش بأنه ممكن قطاع الصحة يعرف ذي الطوار ما لتغذيني أولا نوايا الحسنة نتحمل مرة المسؤولية أولا على مستوى المركز كشن الصلاحية الجهات كشن التمنية أدخصني الميزانية التمقرنت على أساس أن طوالي أنه ما جيشني غزي الاستقلال 98 الطاسي توغان الفارق إذن مرادي الجهوية ذيني يوذان لزيتو ليزاتو القاس انه السياسة تسديس وادي ميمشي القان خصر الشاينو خصر الإقليمينو خصر المملكينو هذا مهم مثلا يعني إني جندي الميدان ذيني السن ما ينجي الأولويات إنه يغوشن الأولويات وممكن غاصنه تحت القيادة الرشيدة صاحب أرذا أنت كما أرثا خرصت لي نسيور خيج القطاع مهم سواطس قطاع الصحة نشكر إنو جيود الدكتور محمد البودرة خروق تندس شكر ريف تي في المشاركة الناس نشكر الدكتور محمد البولعيون خروق تندس خير معلومات إلى خيوشا رجما نجيش نتخرصت النغض نشكر إكنا ولكن نشكر الطاقم ريف تي في كنغي سبان نحن نصيوض الميساجة يودا أتقدم مارك